بالداخل من قوة الجزاء وبالراحة من دافع وخدام على الطائر لكن في الصد رجوع إلى خارج الدعمة هناك الدعمة ليش الدعمة الدلال واحد يوم الدعمة محمد سلوه الصحيح الفاز من عام المهلة وأيام بهذا المهلة كرة تلعب داخل منطقة الجزاء صعبة صعبة مرحبا شعبان هناك مساحة شعبان يعد شعبان شعبان يلعب كرة جميلة شعبان النقاد يلعب كرة لكن سهلة سهلة لكن في أحمد حارس المرمى في اللعب إلى كونتيو ثلاثة مقابل ثلاثة فاتح تسلل فاتح تسلل فاتح صدام يعدي لكن ما زالت الكرة في حفظ صدام على قوس منطقة الجزاء تلعب داخل منطقة الجزاء وربما إلى الشباك مباشرة أتذكر له هذا الركلة الركنية ناحية عصام حلوة التسديدة وعلى في اللعب ناحية بالتسلل يستقبل الكرة ويلعبها أكرم الورافق اللاعب يعدي من الأول أكرم يتوغل يلعب كرة ناحية صدام صدام يا صدام صدام يلعب كرة لكم شعيب الكرة على تلعب خطيرة جعمول لمن يا ناصر تلعب هذه كرة حسين غازي يعدي حسين لمن أكرم أكرم يحاول يلعب كرة داخل منطقة الجزاء ماجد تلعب الكرة أحمد سعيد يغير مسار اللعب للشمال على ويفد عاو ربما يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تسلل حلوة ناحية أحمد سعيد أحمد سعيد معه على ويفد عاو توكل توكل يلعب الكرة توكل يعدي من الأول لمين لحياتي لا يا 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 خطيرة ربما تغيير عبد الرحمن ياسين ليس مهاجم صريح لكن ربما هناك كلام في ذهن المدرب اللعب حلو عبد الرحمن ياسين لكن سهلة يا عبد الرحمن هذا المزقاقي المزقاقي الكرة يمتلك المهارة فاتح لون حسين غازي فاتح لون حسين المزقاقي يلعب كرة من تحت اللاعب من تحت يلعب كرة داخل منطقة الجزاء الكرة الآن طالما الكرة في حلقة لاعبية فقط لا خوف الحكم يطالع في ساعته تبقى الدقائق وفي هذه الأثناء يطلق الحكم أكرم بن عن صدر معلنا انتهاء المباراة بفوز الصقر بهدف مقابل لا شيء سجل معاذ المزقاقي في ختام هذه تحياتي محمد علي الحاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته